كل وجهه ديالي الجو ديالي وانتم يعني لعابة في العرب اللي ساهموا في الميدان كلية خاصة من ناحية اللعب ولا من ناحية التصوير ولا من ناحية الحضور ديالي فأيانا نشكر الله شخصيت فتقيد الحفظ ولكن يمكن اليوم مشروع باش نجي لأن أول سي عبد الله جلال التصبيح ديالي وكيلي اللي كنت نشوف فيه راجل الرايو كيحب الوداد وكيحب الناس اللي كيساهموا في الوداد فقلت لازم نعمل مجهود باش نجي ان شاء الله غادي نتلاقاو معكم خويا نقول لكم لا سيمو انني ما شفتش غير اللعابه اللي هما كيساهموا باش يطلعوا على التاريخ جبت اللي طلعت به في الماضي بحال زكي على عايز يقولوا بلا على عزيز اللي كنت غنمشي صغير غنمشي نتفرج شي زكي عزيز اللي قالنا السي محمد الصحراوي اللي كان معايا كيتزاح معايا ولكن الفرح اللي كان بين السي محمد الصحراوي وخويا هو انه انا في مدرسه بوبا كيصار الحمد لله اللي خليك مبالغ الوجود ديال الكيوب والوجود ديال الاخوان الكويت كله دليل على انه من الوداد ما غاديش تكون واحد غتبقى دائما في الامام لانه عندها اللي كيرعاها واللي كيرعاها هما الناس ديالها وانا نهارش اللي كنشوف الناس اللي تاهموا جميع الميادين باقي اليوم حاضرين هذا على هذا الحفل كنشكر السي عبد الله كيف هي خاصه لانه رجل يعتمد عليه لا في السراء ولا في الدواء الله يحفظكم كاملين السلام عليكم باسم المكتب اولا كنشكر السيد جاير المضيف ديالنا على هذه الفرصه اللي تاح كل عائله الوداديه باش تجتمع اظن ان الغايه الاساسيه من هذا الاجتماع هو اتاحه الفرصه لنا باش نتعرفوا ونزوروا رحم بلادنا ونتكلموا ونناقشوا ونخلقوا من جديد ذاك الجو العائلي ديال الوداد ونعرفوا اننا عائله واحده كيفما كانت ربما وجهات النظر مفترقه على بعض الجزئيات انما هو عندنا عمل واحد وهدف واحد ان الوداد ترجع للامجاد ديالها مع الاسف كتعرفوا واحد الانشقاقات والمشاكل جعلت الوداد تعيش واحد الازمات خارقه في الوقت حتى الساعه حتى ان كره القدم ما كتعرفوا مفترق الطرق اللي وصلت ليها الان الازمه ديالها ما كانش مكون عليها ولي الوداد عاش الطرق ديالها قبل ما تعيشها الان الجامعه كامله حنا بغينا من الاخوان المحبين ديال الوداديين باش يتعاونوا معنا جميعا مع اللاعبين لان المشاكل طويله وصعبه والوداديين كلهم تيبغيو الوداد تفوز بالبطولة وتفوز بالكؤوس وأنا تنطلب منهم أنا باسم الكسب ما يقولونش كما قيل لنبي إذا تنتوقفك وقتل إن هنا قاعدون المعركة والنضال في الوداد هي عمل ديال الجميع إلا ما عملناش مثلي راه ماشي المكسب كيصير بوحدو كلنا مسؤولين كل واحد فينا محب أو رجل أعمال أو عاطف أو مثيل عضو في الوداد خصو يعطي ويبذل واحد المجهود لانه كتعرفوا هاد الساعه هادي اننا واحد الازمه ماديه وكتعرفوا الماديه هي تمشي كلشي تنعيشوها اللي تنتاملوا انها تكون هادي هي الفون دو لافاك لان حقيقه في هاد الساعه ما نتكلمش على المشاكل ديال البنك الشعبي
لا نتكلم شي على مشاكل ديال المدينه اللي كتعرفوا ان المدينه هي حسب السنه الفايته ما عطاتناش حتى النص ديال النص اللي حنا مشاكل ديال الجامعه بحال العمل الوداد كانت وصلت 250 مليون كتضرب اكثر لا حد الساعه ما توصلت حتى شي حاجه حنا الحمد لله ما كتبناش جميع مجهوداتنا باش نلقاو بعض البدائل هاد المشاكل هادي من بعد نحلوا المشاكل الازمات لان اللاعبين عندهم مستحقات وواجبات مازال نقدموا معاهم هما اللي يسمعونا الحمد لله غاديين معاهم ولكن بغيناكم تعاونونا بافكاركم كل واحد حسب المستطاع ديالو حتى الافكار حتى العمل حتى الكلمه الطيبه حتى الدعاء حتى بعدا يمشي مع الشمس نقول هذا الوداد ما مفرقاش حنا هذا هو من الاهداف اللي جعلنا في المكتب اننا نكونوا ديك العائله الوحيده نحيدوا الانشقاقات نحيدوا ان الرئيس تحيد ولا عدو ديال الوداد ونخلقوا ذاك الجو العائلي الا خلقنا هذا الجو العائلي غادي يمكن لنا نعملوا الجديد وان شاء الله بهذا العمل المشترك ربي ما يخيبش وشكرا لكم وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم كنشكر السي جلال على الفرصه اللي عطى للجميع ونأولهم باش نحضر هذا الحفل هذا الحفل الودادي والحفل اللي كيعطر اللي كيحسوا بان حنا في دارنا ونشوفوا عده وجوه اللي ما شفناهاش من شحال هذه اول مساء مساء مكبر في الاب الواحد ديال الوداد اللي احنا مدينين في الكثير واللي كنتمنى له الشفاء وكنتمنى له طول العمر ويطول العمر تعطي شوف الوداد في المقطع اللي بغا اول مره فاش دو معايا كريم جلال باش نحضر رغم اي واحد انا عندي الا عندنا مشاكل اللي خلات شوي بعد الوداد غير الكلمه اللي كتجي للحفل ديال الوداد جيت هنا باش نمد يدي المساعده ونطوي الصفحه ديال الماضي واي واحد انا عنده شي حاجه في قلبه كضر من جهه الوداد كيخصو ينسى كل شيء ويكون تلاقى ان شاء الله من اليوم وشكرا. على العميد الفارغ حمود المصطفى النوب على جميع اللاعبين ديالنا باش نشكروا العائله ديال سي جلال وكذلك اول مره نجمعوا مع اسره ديال الفريق الوداد البيضاوي كاملين لا من المسيرين لا من المحبين لا من اللاعبين القدامى وكذلك فرصه نتلاقاو مع الاب الراحل سي عبد الرزاق مكوار كنظن هذه بالنسبه لنا حنا اللاعبين ماشي سهره ولا شي حاجه بالنسبه لنا انا بالنسبه لي كنتحملنا مسؤوليه كبيره باش نحاولوا نردوا الامجاد ديال فريق الوداد البيضاوي وان شاء الله كنوعدوا جميع المحبين ديال فريق الوداد لان هذه السنه هذه تكون السنه ديال الوداد البيضاوي وان شاء الله بحياه الحاج مكواري يشوف فريق الوداد البيضاوي وبطل ديال المغرب وبطل ديال الادوية العربية. Excusez moi, mais je ne parle pas arabe. Inch'Allah, Inch'Allah. Peut-être aujourd'hui, je sais que je suis parmi vous. Peut-être aujourd'hui. Je regarde, et c'est l'histoire vive du Wak, le grand Wak. 1948, premier titre. 1943, le dernier titre officiel, avec vous, avec les grands joueurs. Je sais aujourd'hui pourquoi c'est aussi un symbole, un exemple peut-être de la lutte de votre indépendance. Je sais aussi. Vous êtes en effet une grande famille. Mais, une grande famille doit être aussi une vraie famille, c'est-à-dire un ensemble, comme je dis à mes joueurs, avec le même cœur, avec le même sentiment, avec le même maillot. C'est avec vous, c'est pour vous, c'est pour toute la grande famille avec les joueurs et moi-même travail. Je ne peux pas faire la demagogie. Je ne sais pas si nous allons gagner le titre. Je ne sais pas aussi. Mais il y a une chose. Nous travaillons toujours pour défendre les grimpadors du Wak. Toujours. Nous donnons tout notre effort, toute notre intelligence
notre job, quoi? Mais c'est vraiment notre jeu, jouer avec un grand honneur pour nous. Je vous remercie pour cette réunion de famille. C'est en effet un vrai réunion de famille. J'espère, Inch'Allah, que vous aidez notre équipe. Parce qu'il y a une chose indémentable. Aujourd'hui, nous sommes une équipe solide et solidaire. Nous sommes dans la route de quelque chose d'important, mais nous sommes, c'est pas possible. Vous savez très bien que nous avons besoin de tout le monde qui est ici et de tous les autres sans qui aiment le travail de loi. Je vous remercie. هي بحقيقة أولى كان جزاك تشكر في السي جلال وماشي أول مرة نحضر في هذا البيت الكريم رجل الحال مع أخواتي بطريقة السنوات الأولى رجل كريم ورجل كيحب الحب الكبير على المحب الكبير للطريقة هذا النادي أنا غير اللي بغيت نشر يعني نضيف على كل ما يحدث الآن وهو كاين بعض الناس اللي كيبينوا كيعبروا على طبيعة الحال داكشي الداخل ديالهم في هذاك بالجمهور في عينيهم بسمو وكاين الناس اللي كي يعني اللي كيعبروا بالحزن وبال يعني داك الخليط ديال الفرحة وديال الحزن في الداخل ديالهم أنا من هاد الناس هادو اليوم لأنه بهاد الوجوه كل اللي شفت اليوم خاصة السي عبد الرزاق مبوار اللي إلا وصلنا حنا اليوم هذا الشيء اللي وصلنا ليه اليوم كله بفضل ديالو صراحة غير كلمة بغيت نشير لها اللعابة ديال الوداد كيف قال السي المدرب أنه الوداد محرومة من التيتر ناسيونال هذه مدة تقريبا منذ سنة 90 92 عفوا 93 إلا كنت مثلا نتوما اليوم كتحلموا باش تلعبوا كلاعبوا محترفين مثلا أكبر فريق عالمي هو ريال مدريد أنا ملي جيت 77 حسيت براسي لعبت في أكبر فريق في العالم وهو الوداد البيضاوي. الاب ديالنا ديال الجميع وكنرحبوا بجميع المسيرين اللي صراحه اللي مروا في فريق الوداد الحمد لله رغم انه هو ماشي مسيرين ولكن دائما تلقاو مسيرين في الخفاء دائما مع فريق الوداد ما غاديش نشكر الزكي ولا بدربانه ولا الصحراوي ولا العلاوي ولا كاع اللاعبين لا قدامى لان هادو ابناء الفريق واللي كنشوفوا هاد اللعابه بالتاريخ ديال الوداد اللي كنبغي نضيف اشياء اللي قال عجبني عزيز فاش تكلم مع اللاعبين وقال لك على انه باغي الناس كاع فرحانه باش تشوف شي كنقول حنا يكون هدف ان شاء الله هذه السنه وانه هو الفوز بالبطوله اظن على انه حنا من الناس اللي حاضرين مع هاد اللعابه ونقدر نقول لكم واحد الكلمه رغم ما كيروج بالكلام وغير ما كيتقال ولكن هذه الشهاده تنشهد بها الان الظروف اللي تعشتها مع اللاعبين اللي كانوا مروا ماشي الزكي ولا عزيز ولا علوي الدراري ديال نيبت ولا الدودي ولا مجيد ولا فضيل ولا بن عبيشه ولا كاع اللاعبين اليوم كاين واحد الفريق اللي الحمد لله تيشبه هذه المجموعه هذه الا هو انهم ما كيخموش تقريبا في الفلوس اكثر نقولها تنعاودها اكثر ما تيخموا في اللاعب وفي الدفاع الخميس ديال الوداد تيخموا جميعا فهما الشغل الشاغل ديالهم
تقريبا في التدريب هو الفوز بالبطوله. وكيف سبق صرح سي رومارو لهذه المناسبه انا تنشكرو، ومنذ تقريبا تولي المهام ديالي مع سي رومارو بإفران سبق لي صرحت وقلت على ان فريق الوداد السنه ان شاء الله غادي يظهر بوجه مغاير. والشهاده ماشي قلتها على عبث، شتى السيد كيفاش كيخدم وتعاملت مع عده مدربين، فكنظن 20 سنه من لاعب في فريق الوداد وفي المنتخب الوطني وعشرنا مدربين كبار اللي مروا على هذا الفريق. فكنظن اليوم فريق الوداد عنده اطار الحمد لله اللي هو كيتفاهم مع اللاعبين وباغي يعطي شيء كثير لهذا الفريق. مره اخرى ملي كنبريك طلب من هذه المجموعه كامله وحتى المحبين ديال فريق الوداد اللي هما كثار ما كاينينش غير هنا كاينين في الحق ديال العالم ماشي غير في المغرب، نتمنى ان شاء الله على ان تكون المساعده وتبقاو دائما قراب من هذ اللاعبين لانه شهاده. وغنزيد غادي ناكدها على ان هذ اللاعبين طامحين وعندهم جديه باش يحققوا المبتغى ديال الجمهور وديال هاد المسيرين اللي كاينين الان. فهم باغيين كنقولها وتنعاودها باغيين يتنصروا وباغيين يحققوا نتيجه افضل. كيف ما نقدرش نوعد ونقول على انه البطوله، ولكن عندي اليقين على ان لاعبين ديال فريق الوداد باغيين يفوزوا البطوله ان شاء الله السنه، وماشي غير البطوله باغيين يحققوا القاب وتيقولوا على انه هذه السنه اللي تعيشوها الان من احلى السنوات اللي دازت فريق الوداد. لانه كاين تكتل كاين الحمد لله واحد كاين عده اشياء اللي كانت فاقده فريق الوداد واحد بعد السنه الماضيه اللي السنه الحمد لله كاين بزاف ديال الاشياء اللي كاينه، كاين اخوه ما بين اللاعبين. فنتمنى ان شاء الله على ان فريق الوداد يبقى غادي في نفس النهج. كتنتظرنا مقابلات صعيبه وصعيبه جدا وكلها مقابلات السد، فاللاعبين كلهم ادراب بالمهمه. فمره اخرى كنهني سي جلال لان صراحه الاب ديالنا، اللي ما عاشش سي جلال وما شافوش كيلعب في كيلو تريس بالون في ميامي ما شافوش لا هو لا سي باكو ولا واحد العدد من اللاعبين. فسي جلال كان من احسن اللاعبين، فلما كان كيدخل دائما كنا كنمشيو للسوق كتلقى ميامي كل عام كيتفرج في جلال هو لاعب تريس برا. نتمنى ان شاء الله الصحه والعافيه لا هو لا سي عبد الرزاق مكوار ولا جميع الاخوه الوداديين. مشاهدي راديو تلفزيون الوداد، معنا اليوم المدرب الكبير اطار الودادي بدو زكي. بدو زكي فخر كبير لنا والطاقم ديال راديو الوداد اننا ناخذوك معنا في هذه الليله السعيده. اولا بدو ابتسامات ديالك وانت كتحضر الحفله ديال الوداديين وكتلتقي الاصدقاء امس عزيز وعبدين، واش كتعتقد بدو بانك انت لاعب سابق الوداد انت المبادرات شنو ممكن تعطي الوداد في هذه الفتره الحاليه؟ بكل صراحه الانسان كيعجز يجي في هذا البيت هذا ويرفع هذا الوجه الوداديه وهاد الليله اللي ليله كريمه كتلقى فيها مسيرين اللي رباونا مسيرين اللي كنفضل عليهم حتى وصلنا للمكان اللي وصلنا لها سواء من الناحيه الاجتماعيه او من الناحيه كيف المجتمع المغربي كيشوف لنا الفضل هذا كله والاسم اللي كيرجع لهم، وكتلقى كذلك اللاعبين المصبر اللاعبين اللي مسنا معاهم اللاعبين اللي كنا كنسمعوا بهم، وهذا كله في جو عائلي وفي جو ويالي اللي حرمنا من كل صراحه هذه المده، واللي من غير ما نبغوش خلى واحد التنافر واحد الشويه في العائله الوداديه. ولكن كما قلت بهذه البديله هذه كالانسان كيرجع تحرك فيه ديك المشاعر الوداديه اللي كانت من قبل وكيمكن له من غدا الا كانت مباراه ديال الوداد كيرجع يمشي يتفرج فيها ويلبس الدرابو ديال الباك ويشجع الوداد، رغم حنا كنشجعوا من البعد وكنحاولوا نساعدوا من البعد واللي ما كان فيش بكل صراحه، ولكن ملي كتعيش اجواء على الشكل كنقلكش تجلس خاصك تمشي للتيران. يعني نقولوا ان الليله بحال هذه كتدو كتدوب حتى الخلافات وبعض الامور اللي ربما كتكون بين اللاعبين وبين الانديه ديالهم. اه بصح بيغلي داز من عده مراحل وعده هزات وما كاينش شي واحد لا مسير ولا لعيب ولا اطار اللي ما وقعش شي مشكل بحال هذا واللي كيخلي له اللي كتخلي واحد من واحد المراره اللي كيتراجع او كيخلف على المواعيد ديال الولاد. ولكن كما قلتي بهذه المبادرة بحال هكا ولأن أول مرة من عيط عليا كبيرة باش تبعني دعوة ما كاينش حتى فراكسيون سكون التفكير بانك ما حضرتش وفعلا من اللحظة اللي كتلاقى بهذا الوجوه إلا كتحرك المشاعر ديال الولاد من جيت أول مرة يلاه دخلت أنا
عندي بلاج اس 16 باش كنت درت لهذا بالنسبه لي انا فكنتمنى على الجامع الكريم يكون بدايه او فعل خير على الجميع الوداديين سواء هادو اللي حاضرين او الوداديين مسافر عما داخل المغرب باش الواقع تاخذ الدرجه تاعها الصحيحه. بدو نستغلوا المناسبه ديال التواجد ديال معنا لقينا الصحب الاخر لانه يعني منتخبات او هو الفريقيه بصدد يعني كطلب ود ديال الدوزاكي هو عندها ضغط عقد معنا انا دابا راه ما يبدا في جوج من كل عندنا باش نعرف شنو الجديد ديال الدوزاكي. كاين عده عروض كاين جوج منتخبات وكاين ثلاث فرق عربيه دابا الدوزاكي انا نشوف المنتخب الوطني هذه هذه صفحه نهضر عن قوتها ولكن نحب نقول اليوم واش يمكن نحكموا في يوم من الايام شوف الدوزاكي ماشي هو المدرب ديال الميدان ولكن ماذا رئيس ديال الميدان. اي واحد ما يمكن يقول هذا الا هو مسؤول هو رئيس الوداد خاصة كل واحد من الموقع تاعو يتصرف هو رئيس لان الا بغات الوداد تزيد هذا بالنسبه لي اي محب او اي لاعب او اي واحد تكون في عائله الوداد خاصو يدير في راسه بانه ماشي في شريطه تكون في الواجهه عاد تاع الوداد انا ما عمري عقلت الوداد وقعت عليا وما ساعدش بغض النظر على الخلافات بغض النظر على المشاكل اللي كانت وقعت ولكن كيبقى فضل الوداد علينا جميعا لان لا عبد الربيع ولا اي من اخرين من اللاعبين ما وصلش لمكانه فالطريق اصلا عندنا الوداد والناس اللي يسيروا في الوداد ويربون لهذا بالنسبه لي انا برا رئيس ديال الوداد ماشي بالضبط كل فرقه من جد ديال الدوزاكي الابناء ديالو واش ما كاينش فيك عندهم ديال الدوزاكي شوفوا خايب ان شاء الله في التيام الصغار ديال الميدان ولماذا لا؟ ماشي من الايام استمرار الاب ديالو الابداع ايوب ايوب بدوس شوفوا راه في الوداد هذه يمكن السنه الثالثه هذا غضب كنت فوق الجميع انه هو اول مره فاش اول مره فاش قيد في الوداد وهاد التويت تاعو راه عندنا هذا الشيء الدراري بس الكسوه ديالك دابا نقولوا ان شاء الله في الحلقه نتمنى نصابوك يعني في حوار مطول على راديو تلفزيون الوداد اللي هو مبادره صغيره احنا كشباب بحال نساعدوا بها نساعدوا بها في الوداد خليك مع اخي باب وكتبها لان اكيد جمهور الوداد كيطلب بالحاح في موقع الوداد موقع جمعيه احمر وابيض شنو هو الكلمه اللي ممكن توجه لهم كنخليك يعني توجه كلمه لك بكل حريه من القلب ديالك للجماعه الوداديه. غادي نقول الوداديين جماعه الوداد خاصة الموقع ديال الوداد اللي كيتبعوا اللي كيدخلوا يعدل بزاف ديال الناس اللي كيدخلوا بعد عدد زوار كيخص اي ولايه خصها مع الوداد ماشي غير على الوداد بالنسبه للفريق غير كاع الوداد لا ما خصش تبان في الموقع ديال الوداد وفي الاسر ديال الوداد بان كاين خلافات وخلافات ممكن تزاد تغسل داخل الموقع العكس اللي خصنا نحميو راسنا نحميو الوداد ونعطيو واحد الصوره ديال واحد الصوره طيبه يعني صوره كتكتب ولا كتمشيو عندنا كتحسن الاطلاق مزيان هذه بالنسبه ليا كنتمنى ان شاء الله هذه السنه هذه بتنظم بعد المكتب واحد جوج كبار وكذلك الاطار المدرب الوداد كذلك اللاعبين ان شاء الله هذه السنه هذه كامل الجميع الوداد باش تفوز بالبطوله تكون دابا فاتحه في الاتجاه الصحيح ان شاء الله. انا في اخر كلمه بن الزكي نشوف ان شاء الله قريبا مع جمهور الوداد مواطن خمس ان شاء الله ان شاء الله شكرا بن الزكي على هذا اللقاء وان شاء الله تسمع تحنا الفرصه باش يكون لقاء مطول معاك نضحوا في جميع اوراق ديال الزكي ان شاء الله شكرا. اما السجلال هو صاحب المبادره الرائعه اليوم كنشوف التجمع الرائع ديال الوداد في بلاصه ديالك السجلال كيفاش كارتي ديال المباراه؟ ايوا سيدي هذا ودي كبير كريم هو اللي اقترح عليا قال لي ودي نجيب الناس اللي كيلعبوا اللعبه والمسيرين تحضر انا كنت مسير مع الهاد في واحد الاسئله اللي كتبوها ودوزت واحد المرحله يعني مهمه مع الهاد وكنا دينا الكاس ديال العرش في هذا الوقت ويعني يعني غير سنوات يعني في الوداد شي 30 او 4 مع سي عبد الرزاق البار وكنا في شي اتفاق مع الهاد ويعني المسيرين وانا كنا يعني عائله واحده وكنا كنجتمعوا ثلاث مرات في الاسبوع في نوتيليوس ذاك الوقت كان نوتيليوس وكنا نجيبو ودائما معمر كان ماشي الا مع المحبين ولا المنخرطين ولا سميتو وكان يعني اللي تيقول المسؤولين اللي كانت تكون والامور كانت ديالها الحسن ميوران والاخ ديالي تا هو الاعتداد جلال عبد المطيب هذا كان يعني مع العلاوي ومع بودربالا وششا وزاكي وعبد الحق وصغاري
يعني هادو كلهم لعبناهم. وانا كنت لعبت في اليو اس ام في عام 57 58، واليو اس ام تفرقت على قبل انا. ذاك الوقت كانت يعني كيعملوا جوج الرخص، كانت رخصه باش تلعب مع الفريق الاول ورخصه باش تلعب مع الفريق الثاني. وانا ذاك الوقت كنت انا يعني حر باش نلعب في الفرق النهائيه، كنا كنلعبوا السبت في الفرق النهائيه ولحد تنلعبوا مع الراك. ايوا في ذاك الوقت عملوا عليا مع اليسام، ذاك الوقت عملوا عليا فهمتي بزاف الولد ديال جاف مروكان فيوز داكشي، قال لك انا ما كنتش يعني ما عنديش الرخصه باش نقلل نلعب في الفرق النهائيه وفي الفرق الراك. وانا بينت لهم بانه كنت كتب رساله لسيت العيساوي السيد اللي كان في ذاك الوقت، كان هو اللي كان في رئيس الفيدراسيون، وفي السبت دار لي رخصه فيديو في ذاك الوقت، قال لي رخصه عليا زعما يعني ما خصك باش تلعب حر. ومنين عملوا عندهم هذاك سميتو يعني وخسروا لي سام ما في ذاك المباراه اللي كانوا عملوا كلهم ديال شي سبعه او ثمانيه، وانا دو خذوا قرار باش ينسحبوا لي سام كلهم انسحب. وانا مشيت في المسيره وكنت تحت الركابي ديالي بجوج وداك الشيء. ايوا عندنا عاود مرحله اخرى ومشينا مع بلاد مع السي عبد الخالق كوار ومع الناس كانوا طيبين يعني اللي كان تيقول عبد الخالق كوار اللي كاينه، وعملوا واحد المبادره حسن قال لي يعني راه المغرب غادي يمكن يعمل كاس العالم، والناس كلها كيبغوا كيفاش كاس العالم في المغرب ما يمكنش شي ولا لا، ويعني هذاك الشيء سميتو حتى الناس بدات تهضر على المغرب رشح نفسه وكذا كذا وكذا. غادي يدخل عندنا فرصه تتحدث لنا على عبد الخالق كوار، كيعمل لك عبد الخالق كوار وانت ولله الحمد اليوم استطعتي تفرح جميع الوداديين تجي لعبد الرزاق كوار منزليه. عبد الرزاق الكوار كأب وكأخ وكأحد من العائلة ديالي وأنا فخور به، لأنه دائما أنا كنت صخبت الوداد هذه واحد 25 عام و 30 عام في الدار عندي في بورغون، كانت عندي واحد منزل صغير، وجا عبد الرزاق الكوار قال لي السي أنا خصك تعمل مبادرة باش تكون عندك شي دار كبر باش يمكن العائلة الودادية كلها تجي، والحمد لله توفقت وقلت له خير، قلت له راه عقلتي ما يمكنش تجي عندي البورغون وداك الشيء لا لعابة ولا مسيرين ولا محبين وداك الشيء، وكان اتساع في القلوب وكل الحمد لله مشى بخير وكل شيء كان بأمان الله. ودابا جا تسلم جا هو عرضت عليه قال لي وخير ما فيها غير عرض نجي عند الجلال، وجا وشرفنا وعن الحضور ديالو يعني عندنا واحد بزاف كاين السي زكي كاين السي بودربالة والصحراوي والعلاوي ولقانا والناس كلهم اللي كانوا وداديين اللي لعبوا مع خاي دابا اليوم كيتوجد في كندا، ويعني انا فخور وكنطلب من الله ان شاء الله يوفقهم. وانا كنتبعهم واخا ما بقيتش كنمشي هذه شي 20 عام ما كنمشيش فهمتي المربع ديال محمد الخامس او الجيب، كنشوف غير في التلفازه وكنسمع وليدي كيعطوني الاخبار وداك الشيء، ويعني انا كان من الناس اللي كيحبوا البلاد من صميم القلب فهمتي، وكنتمنى لهم ان شاء الله الوضع يديوها وكنتمنى يجمع الله يجمع الشمل وما يكونش انشقاق بيناتهم، وهذا الشيء اللي كنطلب من الله. السي جلال نشكرك كثير ونتمنى لك ان شاء الله تشوفوني في الحلقه كثير ان شاء الله. ان شاء الله انا ويادي نقدم خليفه وخا قلت له ياسام بعدين جيت مشيت في الجهه الاخرى جيت للوداد ووطيت العائله وان شاء الله باذن الله. السي جلال شكرا للعب قلتي تكون لعب على كل شيء. سي توجور ان كون بليزير دو فوز فوار سور راديو تلفزيون ميدان. Aujourd'hui, vous êtes avec une grande famille de Sepal Ministère. Quelles sont vos impressions de cet incroyable frère, le monsieur Tujana, qui est un grand supporter de l'Union? C'est un plaisir pour moi, les joueurs. C'est vrai, aujourd'hui, on regarde un peu la grande famille de l'Union. C'est vrai que Wydad, c'est un grand nom, c'est un grand club avec une histoire très riche. Ici, il y a des grandes personnalités de Wydad. Et maintenant, belle présente, nous sommes pour défendre l'histoire, la superbe histoire. C'est des choses très importantes, défendre l'histoire, les valeurs de l'histoire. Mais c'est très important aussi pour regarder l'avenir et pour aller.